صباح الخير عليكم مشاهدينا وحلقه جديده وبرنامجكم مصر جميله. مصر جميله بكل مصر جميله بنيلها وبحورها بارضها، مصر جميله بالناس الحلوه اللي فيها، اللي بنفهم بعض وبنقدر بعض وبنساعد بعض ودايما مستوعبين اللي بيحصل حوالينا ومعنا. نبدا مع بعض فقره الاخبار وبرنامجكم مصر جميله. معانا اول خبر النهارده عن القرارات الحكومية في الاقتصاد اللي تم اتخاذها لمساعدة الناس في الأزمة العالمية طبعا الموجودة حاليا. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال أن أهداف الحكومة هي توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة والتوسع في إقامة المعارض والمنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك تلبية لمتطلبات المواطنين من تلك السلع. الدكتور مدبولي قال كمان ان الحكومه بتفكر في دراسه مد فتره معارض بيع السلع المختلفه المقامه بمناسبه قرب حلول شهر رمضان المعظم، كل سنه وانتم بالصحه والسلامه، ودعم للشرائح المختلفه وحصولهم على كافه متطلباتهم من السلع بالاسعار المناسبه مع عرض تساؤل متكامل بهذا الشان الاسبوع المقبل. بعد هذا الخبر ما ننساش قرار السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بأن شهر 4 اللي جاي هيتم ضخ الزيادة اللي كانت مقررة تنفيذها في شهر 7 في السنة المالية الجديدة، لكن قرر رئيس الجمهورية بالبدء فيها في إبريل اللي جاي ده عشان مساعدة الناس في الأزمة الاقتصادية الحالية. الخبر الثاني بيان الصحة، تطعيم 31,722,000 مواطن بالجرعات الكاملة. الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان قال أن الوزارة قامت بتطعيم 31,722,116 مواطن بالجرعات الكاملة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. اللقاحات المتكاملة اللي هي الجرعة الأولى والجرعة الثانية، يعني كامل أخذ اللقاح بشكل كامل. الوزير أشار إلى انخفاض نسبة التردد على المستشفيات بمعدل 50% في الفترة من يوم 14 وحتى 21 مارس مقارنة بنفس الفترة من 7 ل 14 مارس 2022، أما نسبة الوفيات بسبب أكد الدكتور خالد عبد الغفار نسبة الوفيات قلت في الفترة من يوم 14 حتى 21 مارس بمعدل 48% مقارنة بالفترة من 7 ل 14 مارس لنفس الشهر. وبالنسبة لحملات طرق الأبواب أشار الدكتور عبد الغفار أن 1,803,108 مواطن انطلقت في محافظات عديدة منها المنوفية، الفيوم، المنيا، سوهاج، الأقصر، أسوان، استهدف الوصول للمواطنين بالمناطق النائية وتطعيمهم بلقاحات المضادة. وبالنسبة كمان للأدوية الدكتور خالد عبد الغفار اطلع على رصيد الأدوية في المخازن بجانب المستلزمات الطبية في المستشفيات والمنشآت الصحية، مؤكدا توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات والأكسجين الطبي. الخبر الثالث هو خبر برضو مهم وهيكون عن الرياضة. دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان في ميران المنتخب المصري أمس الثلاثاء في ملعب الدفاع الجوي ضمن الاستعدادات الأخيرة لمباراة الذهاب بين منتخبنا الأول ومنتخب السنغال في المرحلة النهائية قبل منذ 22. وزير الشباب والرياضة أكد على ثقته في قدرات وإمكانيات لاعبي المنتخب وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر وجود المنتخب في كأس العالم، مشيرا الدعم الكبير والتفاف الجماهير حول المنتخب لتحقيق حلم التأهل للمونديال. كده هنطلع بعد كده على طول لفاصل. هيكون معانا النهارده فقرتين، الفقره الاولى مهمه جدا وبتتكلم عن اثار وتداعيات الازمه الاقتصاديه العالميه على العالم وعلى مصر بحكم ان مصر جزء طبعا رئيسي من العالم، وكمان الحلقه الثانيه هتكون عن العمل التطوعي ورياده الاعمال. نطلع فاصل ونرجع لكم سريعا وبرنامجكم مصر جميله. نبدا معاكم اول فقراتكم وبرنامجكم مصر جميله. احنا بنتكلم عن موجه الغلاء العالميه اللي ضربت العالم كله والتضخم الرهيب العالمي اللي حصل في العالم كله، ارتفاع سعر الدولار المفاجئ اللي حصل، والناس اللي مش مستوعبه وجايه بتيجي تتكلم على السوشيال ميديا للاسف بلا علم او بلا فهم، وما بيرجعوش حتى للناس اصحاب الدراسات والكلام ده كله عشان ياخدوا رايهم، زي الدكتور محمد عبد الغني رئيس قسم الاقتصاد بكليه السياسه والاقتصاد جامعه بني سويف النهارده ضيفنا معانا، هنستفيد من خبرته في هذا الموضوع. ناس كتير مش فاهمه، يجي يقول لك ايه، انا حتى اتكلمت مع الدكتور محمد بره، يجي يقول لك دولتين بيتخانقوا بره احنا ايه دخل الجنيه. الكلام ده طبعا مش حقيقي، نقرا ونفهم. مصر جزء من الاقتصاد العالمي وعجله الاقتصاد العالمي في تدهور، فبالتالي الاقتصاد العالمي يعني معناها كل الدول مع بعض في تدهور، ده مش بمزاج اي حد على وجه الارض، ده تدهور اقتصاد عالمي عادي جدا. ارتفاع سعر الدولار لما بيجي البنك الفدرالي الامريكي على 25 نقطه هو هناك في امريكا فايده على الدولار، اوتوماتيك هيحصل برضه الارتفاع ده في باقي دول العالم كافه. حاجات كتير جدا هنفهمها مع بعض مع الدكتور محمد عبد الغني، وارحب بسيادتك وصباح الفل. صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا وسهلا بيك. احنا اتكلمنا في الكلام ده قبل التصوير مع بعض. نعم نعم. ببساطه خالص بمصطلحات، طبعا حضرتك لو في مصطلح سياسي او اقتصادي اتفضل، بس نفهم الناس ايه سبب موجة الغلاء اللي ضربت العالم كله والتضخم اللي حصل. نعم، هو انا هبدا بالانترو اللي حضرتك قدمتها، ان دلوقتي يمكن مع بدايه التسعينات كانت الدوله الوحيده اللي شغاله بالنظام الاقتصادي اللي بنقول عليه مغلق، يعني كانت الاتحاد السوفيتي. دي كان من وقتها يعني حوالي 99.5% من دول العالم بتشتغل بالنظام الاقتصادي المفتوح، يعني كل الدول بتتعامل مع بعضيها. الدولة اللي تكلفة إنتاجها عندها سلعة منخفضة بتنتجها بكميات كبيرة وتصدرها، وتستورد السلعة اللي تكلفة إنتاجها بتكون عالية. تمام. وبكده الدولتين بيستفادوا. تمام. أي حاجة بتحصل سواء في الوقت الحالي أو الوقت السابق أو غيره بيأثر على كل دول العالم. بالزبط. نبدأ من 2008 مثلا لما حصلت الأزمة المالية العالمية. صحيح، وكان برضو المصدر من أمريكا برضو. دي في ناس طلعت عندنا في مصر في مؤتمر صحفي وقالت لا نتأثر. طبعا نتأثر طبعا، والفكرة كلها أنه ممكن يبقى في تأثيرات مباشرة على طول تسمع معاك في الحال، وفي تأثيرات غير مباشرة. روسيا سنة 2010 جالها جفاف، مش حرب ولا أي حاجة، واحنا بناخد منها القمح وكنا متعاقدين معاها على صفقة قمح. بعديها على طول اعلنت ان العام دوت مش هتصدر قمح، وان هو يا دوبك هيكفي للمحلي. احنا وقتها كنا متعاقدين على صفقه، وكان وقتها سعر الدولار من سعر الطن القمح، طن القمح كان بين 90 و110، احنا اضطرينا نجيبه في وقت قصير ب 140 و 145 تقريبا، اشتريناه من فرنسا يعني تقريبا ب 40% زياده. لان انا كان عندي سعه التخزين من شهر ل3 شهور، فطبعا ده ليه تأثير. انت بتشتري صحيح. مستعجل، بتشتري في وقت أزمة، تدفع. فلازم تدفع، ودي صحيح. سلعة ضرورية. صحيح. وسلعة أساسية، وما عنديش مرونة فيها، ما أقدرش أروح لبدائل بسهولة، لا دي سلعة أساسية عندي. تمام. الاقتصاد كله، كل الناس عارفة إن أي حاجة بتحصل في البلد بتأثر على التاني، بسبب إن في اقتصاديات كبيرة زي الاقتصاد الأمريكي مثلا دوت اقتصاد بيساوي بين تلت وربع الاقتصاد العالمي. صحيح. مش كبيرة، مش أكبر دولة وخلاص، دي بين ربع وثلث الاقتصاد العالمي. يعني هي دولة بتحتل أو تحظى على نصيب 25% من حجم الاقتصاد العالمي اللي فيه 186 دولة. أنا لسه كنت أقول لحضرتك من 186 دولة دولة واحدة ربع الاقتصاد. ربع الاقتصاد، فيعني لو شركة في واحد مشترك فيها 186 واحد ليه لوحديه الربع، خلاص هيحتكر كل حاجة، هيسيطر بالزبط. على كل حاجة، هيأثر في كل حاجة. عشان كده من زمان كانوا بيقولوا ايه في السياسه، لو عطست امريكا اصيب العالم كله بالزكام. ده مصطلح سياسي بيرددوه السياسيين باستمرار، اذا امريكا عطست او عطس اصيب العالم بالزكام، اصيب العالم كله بالزكام. اي تغير في الاقتصاد مش في امريكا بس، متاثرين بشكل مباشر وشكل غير مباشر كمان. صحيح. يعني الشكل المباشر ان احنا استيرادنا من القمح، من السلعه الاساسيه زي المثال اللي قلت لحضرتك عليه من شويه، السلعه الاساسيه استيرادنا منها، وارداتنا منها، بنشتري من روسيا واوكرانيا اللي هم الدولتين المتحاربين حوالي من 80 ل 85% من احتياجاتنا. طيب. طب الاثنين دول دلوقتي عملوا مشكله، والاستيراد انا مضطر اجيب من دول ثانيه باسعار. صحيح. مش كده وبس، الدولتين دول مش تأثيرهم علينا بس، تأثيرهم على أكتر ناس متأثرة دول شمال أفريقيا، إحنا والجزائر والمغرب اللي بنعتمد على الحبوب بصفة أساسية وبنجيبها منهم، لأن هم أسعارهم مناسبة ونوعية القمح بتاعتهم برضك مناسبة ومؤاتية لينا. الدولتين دول بينتجوا تلت إنتاج العالم من الحبوب. ده حقيقة. فلما تلت إنتاج العالم من الحبوب يتأثر، يبقى هيبقى في ضغط على الطلب من السلعه ديت. هو دايما بتقول لي يعني نقرب المسافه للناس، لو انا عندي 10 افراد و10 سندوتشات، كل واحد ياخد سندوتش، الدنيا ماشيه. لكن لو السندوتشات دول بقوا 7 او 5، لا 6 وال10 موجودين، احنا كان بالرقم 6 وال10 موجودين، ايه اللي هيحصل حاليا؟ اكيد الناس اللي عايزه هتعرض سعر اكتر عشان يضمن ان هو ياخد السندوتش بتاعه، بدل ما كان بياخده بجنيه هيعرض جنيه ونص، سعر ب 2 جنيه، وهو ديت الفكره في زياده الاسعار. فده التاثير اللي احنا قلنا لحضرتك تاثير مباشر. التاثير الغير مباشر ان الاسعار هترتفع عالميا مش بسببنا احنا بس، في دول كتير بردك بتستورد قمح، واحنا اكبر مستورد للقمح بس في دول كتير تاني برضك بتستورد قمح. طب هل ممكن اسال سؤال برضو ارتفاع، احنا عارفين يعني حضرتك احنا النهارده في اواخر مارس خلاص تمام، 1 مارس او 2 مارس 2 مارس تقريبا كان سعر اللتر البنزين في امريكا تقريبا وصل النطه اللي نطها دي شويه. اول امبارح سعر اللتر بقى هناك $7.9. الارتفاع الرهيب في المحروقات هناك في البنزين والسولار والكلام ده كله، ما الحاجات دي بتساعد على حركه النقل للتجاره والكلام دوت كله، كلام انا صح ولا انا غلطان؟ انا هدخل في السبب الثاني الغير مباشر حضرتك بالظبط لمسته، اللي هي الطاقه. في امريكا الجالون كان ب2، دلوقتي ب7 7.9. خلي بالك امريكا اقل دوله متاثره بهذه الحرب، اقل دوله في العالم متاثره بهذه الحرب فعلا. لان هي بتنتج قمح كافي ليها، وبتنتج بترول كافي ليها، وبتستورد كميات خفيفه جدا من البترول لا تتجاوز 1% من روسيا. اللي وشوف حضرتك قلت التاثير ازاي على سعر البترول، لان هم بيشتغلوا بالاقتصاد الحر، وسعر البترول كان وقتها بنتكلم في 60 70 80، دلوقتي سعر برميل البترول وصل ل 115 و120، فاوتوماتيكلي لازم يعلي، ومتوقع الزياده تاني. ده متوقعين زياده كتيره جدا تاني. ليه؟ لان انا هقول لحضرتك روسيا بتصدر من الغاز بس اللي هو يعتبر حاجه منافسه للبترول حوالي 40% من احتياجات غرب اوروبا كلها او دول اوروبا كلها. لما تحط هي كمان بتنتج بترول حوالي 4.5 مليون برميل بترول يوميا، تحط عليها البترول يبقى بتساوي حوالي 55% من احتياجات الطاقة في أوروبا كلها. القدرة الكاملة على شل أوروبا كاملة في الحالة دي طبعا. وهي أنا يمكن جيت على الهواء تاني يوم أو تالت يوم قلت الدول أوروبا لن تقدر على مقاومة مقاطعة روسيا. ليه حضرتك؟ ما يقدرش، ولغاية دلوقتي هم مختلفين في كل الدول. في دول اعتمادها بتوصل ل 100% على فعلا؟ من الطاقه على الدول المجاوره اعتمادها وصل ل 100% من الطاقه على البترول والغاز الروسي. في دول زي المانيا 50% من احتياجاتها من الطاقه، وحاليا في مشاورات مع المانيا عايزه تاخد بترول وغاز. ايطاليا والمجر والدول ديت فوق ال 40%، وتنزل لغايه ما تلاقي لندن مثلا حوالي 10%، فمش متاثره قوي. كل دول بيعتمدوا على الغاز الروسي. فدوت لما يرفع لما تيجي تحصل حرب زي كده، وفي مفاوضات، وفي الحرب ديت مش حرب بسيطه، ده حرب صراع على الهيمنه على العالم، حرب قطبيه. فكل الناس مش لا يستطيعوا ان يقدروا او يحسبوا هي ممكن تقف امتى. لا صعب. فامدادات الطاقه، حتى انا لو عندي مخزون احتياطي هو اصلا ينفذ في شهر ولا شهرين، طب وما بعد الشهر والشهرين؟ وبدأت العملية تظهر، وبدأ يستمر ارتفاع مستمر لمصادر الطاقة. طيب ارتفاع مصادر الطاقة زي ما حضرتك قلت داخل في إنتاج كل سلعة، بالظبط، الطاقة وفي النقل وفي كل حاجة. هي الطاقة يعني كهرباء، يعني بترول، مشغلات للمصانع والإنتاج، بنزين وسولار وكل يعني إنارة، يعني مفيش سلعة يتم إنتاجها ملهاش نصيب من الطاقة. صحيح. وإحنا حاسبينها اقتصاديا من زمان. رفع سعر الطاقة لوحده يؤثر على السلع الأخرى بين 15 و25 و27%. ما بالك بقى في وجود حرب؟ في أي سلعة، ما بالك في وجود حرب. طيب، وزي ما حضرتك قلت يعني 1% هيأثر لي، وزي ما حضرتك قلت حرب ما بين أقطاب عالمية، يعني الدول الكبرى مع بعض. نعم. طيب احنا أعتقد أنه السبب أو الكلام اللي احنا اتكلمناه لغاية دلوقتي ده أعتقد أنه هو كافي لأي حد بيتفرج علينا دلوقتي أنه يستوعب مدى تأثر الموضوع ده بينا احنا. ده لازم يربطه بأن احنا خارجين من أزمة كبيرة جدا استمرت لسنتين، وهي أزمة جائحة كورونا. الانتاج العالمي نزل، يعني عمليه متركبه. يعني طيب. احنا ما وصلناش للاسعار دي بسهوله. الحته دي بقى خلاص اعتقد انه الناس، اعتقد يعني اي حد طبيعي هيكون فاهم الكلام ده. احنا اتكلمنا بلا اي نوع علمي ولا مصطلحات، حضرتك تفضلت واتكلمت بلغه الشارع زي ما بيقولوا عشان الناس تفهم، وشكرا جدا. نوصل بقى لجهودنا احنا الحاليه جوه الحكومه، ايه اللي نقدر نعمله؟ الدوله، حضرتك عارف انه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من يومين بالظبط قرر انه مش هنستنى السنه الماليه الجديده في شهر 7، لا دخل زياده في شهر 4 اللي جاي. ادي واحد، قرارات بضبط الاسعار من الحكومه. ادي اثنين. الثلاثه مراقبه شديده جدا وصارمه من الاسواق بدات. ايه الجهود اللي حضرتك شايفها المفروض تتم وبتتم من الحكومه لضبط الاسعار؟ هي الحكومه يعني كل عملها محمود، وبدات اصلا في مزيد من بدات الاجراءات هذه اللي حضرتك تفضلت بيها. هي عملت توسعه لهذه الاجراءات، بداتها قبل الحرب اصلا. يعني قبل حرب روسيا واوكرانيا كانت مجموعه الحزمه، هذه الحزمه الاقتصاديه كانت متاخد بها قرار تبدا في 1/7. يعني فاحنا مثلا الحد الادنى للاجور هنبدأ من 1/4. صحيح. يعني بدرنا 3 شهور، يعني 25% من قرار رئاسي. ده قرار مش قرار حكومي، بتوجيه من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وده طبعا انا على فكرة اللي حاصل في الاجتماع بتاع اول امبارح ده انا شايفه خطوة استباقية، لان انا عندي انذار مبكر. واحنا شغالين كده على فكرة كويس جدا في الحكومة من فترة، يعني عملنا السياسات ديت مسبقا في جائحة كورونا، فكنا على مستوى الحدث، كنا من اقل الدول اللي اتاثرت على مستوى العالم. الموضوع وهو جاي هو ده الاقتصاد. يعني انا هقول لحضرتك حاجه وبرضك بلغه الشارع. انا عندي في الاقتصاد التضخم بيبقى تضخم ومشكله، يعني ارتفاع مستوى الاسعار ويعمل لي ازمات كبيره جدا وكساد، وينزل مستويات التشغيل، يعني عدد البطاله يزيد والدنيا تقف. لكن انا لو متوقعه 70-80% في الحاجات من الحاجات دي تعرف اتغلب عليها، بتقدر تتدرب استباقيه زي الحكومه ما بخدتها كده. فالناس هتقول لك احنا ليه بنعمل كده؟ مش معنى كده ان احنا اقتصادنا وحش، ده احنا بناخد خطوات استباقيه لان مش عارفين. زي ما حضرتك تبقى، ادي لك مثال كويس جدا جدا، زي ما حضرتك تبقى ماشي بالسياره تمام وشفت حاجه من بعيد كده فيها مشكله، بتعمل ايه؟ بتهدي. احنا بنهدي الاقتصاد بتاعنا في مطب، لو دخلت عليه بسرعه بقوه الاقتصاد بتاعك انت هتتاخر شويه، لكن هتتفادى مشاكل وخيمه ممكن تحصل، وهوصل سليم. طبعا ما بقول لك ان هي دي وسائل الامان، هوصل سليم، انك انت تبقى متنبه كويس، عندك انذار مبكر، وتاخد اجراءات احترازيه انك انت تهدي السرعه، لو في حاجه مش كويسه تهدي اكتر وتهدي اكتر. هتتاخر شويه لكن هتوصل سليم، ومش مش مش قصه سليم، ده الاقتصاد لو وقف بقى شوف بقى احنا عندنا 100 مليون مواطن. طيب شايف دور المواطن ايه؟ خلينا نحدد السؤال اكتر، لانه دور المواطن في الجهه في موضوع الاقتصاد والسياسه مع الحكومه محدود، لانه ده دي قرار كلها زي قرار السيد الرئيس بتشغيل او تفعيل الموضوع 1/7 ل 1/4 او شهر 4 ابريل اللي جاي. عايز اسال سؤال مهم جدا. الحكومه بعتت ونزلت، وده بدا على فكره انا شفته يعني اول امبارح او امبارح كمان، نزلت ناس بشكل عادي جدا كمواطن داخل على السوبر ماركت او داخل حد استهلاكي، اول ما بيشوفه بيغلي سعر السلعه بطريقه غريبه يروح ماسكه على طول. تمام؟ دور المواطن في الموضوع ايه؟ وهل الصح انه المواطن، عشان في ناس كتير جدا الناس العاديه يعني يجي يقول لك ايه يا عم خلاص انا هشتري وخلاص، ما هي الناس كلها بتشتري. انا بقول لك اللغه بتاعتهم، وفي اللي يرفض ويقاوم ويبلغ. الصح ايه؟ شوف يا استاذ احمد، تقريبا من حوالي 10 أيام أحد الصحفيين كان بيكتب على الموضوع ده وبيقول، فأنا قلت 1 2 3، فوجئت إن كل اللي قلته اتخذ في القرارات اللي فاتت. الحكومة قارية المشهد كويس جدا، بتاخد إجراءات سليمة جدا. دور المواطن، عندنا جزء من المشكلة، الناس بيقولوا ليه إحنا رفعنا سعر الدولار؟ تمام؟ الدولار بيشتغل ب100، احنا عندنا حجم تعاملاتنا الخارج، احنا عايزين ليه الدولار؟ عشان نجيب السلع الأساسية من الخارج. غير كده مش عايزينه. طب لازم يبقى عندي متوفر عشان ابقى ضامن ان انا احط مخزون على طول شغال. صحيح. انا بشتغل بين 100 و150، ده حجم التعاملات الخارجيه بالدولار، بالتعاملات الدولار في مصر. انا بيدخل لي تدفقات في حدود حوالي 100 او بين 100 و120 150 سنويا، بصرف برضك 120 110، وعندي الاحتياطي على طول 40 اللي انا محافظ عليه، احتياطي النقد الدولي من الدولار. اللي بيحصل ان في جزء، وده اتكلم عليه ناس كتير وانا بنفسي سمعت وكان فعلا مظبوط، انا ليه الاقتصاد المصري او سعر الجنيه المصري مش ماشي كويس؟ لكن المؤشرات اللي انا قلت لحضرتك عليها ان انا لازم اقرا المشهد واخد بالي بسرعه، كان في، وهي دي ليها علاقه بحضرته المواطن العادي، كان في اشاعه ان الجنيه المصري قليل وفي تعويم تاني وفي تعويم تاني وفي تعويم تاني. الاشاعه دي تديلها يجي 4 5 شهور. على فكره دي حقيقه، الاشاعه ديت بقى لها من شهر حوالي 4 5 شهور، من شهر 11 أو ما كانش فيه. هو كل اللي حصل إن احنا عندنا في الاقتصاد في حاجه اسمها السعر المرن اللي هو مع العرض والطلب، اللي احنا كنا ماشيين بيه وقريبين بيه بنسبه 95 و97%، مفيش مشاكل خالص. وعندنا حاجه اسمها السعر الحقيقي. السعر الحقيقي دوت نظري الى حد ما، واحنا بنبقى قريبين منه، ممكن يفرق 5 4 3 2 1 عن السعر المرن اللي احنا ماشيين عليه. ففي وكاله كبيره من الهيئات الدوليه اعلنت ان مصر السعر حوالي في فرق حوالي 7%. الناس اللي حضرتك عارفيهم خدوا المصطلح ده، الحق سعر الدولار مش مظبوط، الحق سعر الدولار مش مظبوط، الحق سعر الدولار مش مظبوط. بدأ يزيد، الناس كتير جدا نزلت، وبدأ يزيد الطلب على الدولار في الأسواق المصارف والأسواق الجانبية، فسحبوا جزء من العملة. البنك المركزي حاليا بياخد خطوة استباقية، الحركة بيعللهم السعر، بيضرب. صحيح. احنا صحيح. بندرس الطلبة من ضمن وظائف البنك المركزي، هو بيحافظ على مستوى الأسعار وبيحافظ على مستوى العملة، انه ياخد باله انه ممكن في بعض الاحيان يدخل يضارب المضاربين لان هو حجمه اكبر واقوى، فخلي الناس دي تخزن كلها، عشان هو كان ب 15 75 وعايزه تبيعه مثلا ب 16 وخزنت قد كده مش هتلحق، خلاص هو سحب برضك القوه اللي موجوده، وسرعان ما هيوصل تاني يرجع. ما احنا في سنه 2016 2017 وصلنا ل 19 و20 ورجعنا تاني ل 15 5. ثانيه واحده، عشان كده بستفيد منك جدا، برضو احنا بناخد كميه معلومات للناس. انا ده باخد الكلام من حضرتك وبنقل لك الكلام المغلوط عشان تعدله. تمام. في ناس كتير جدا دلوقتي بتجري على الشراء، عقارات، عربيات، يشتري 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 حتى لو غلي دلوقتي. وفي رأي دكاترة اقتصاد زي سيادتك كده تمام، يجي يقول لك إياكم والشراء دلوقتي، لأن الزيادة الحالية هي زيادة وهمية، هترجع تترد تاني تحت ومش هتعرف تبيع بنفس السعر اللي أنت جبت بيه. بالنسبة هو حضرتك قلت حاجتين، بالنسبة للمضاربة في الدولار هو خطر جدا جدا جدا، لأن أنا وده حصل قبليها، يعني يمكن الكلام دوت كان 2016 قبل ما يحصل التعويم باسبوعين 3، كنا حاسبين انه لما يتعوم. حصل في شهر 12 على فكره. نعم حصل في شهر 11 اخر 11 اخر 11 وكانت انا قبلها باسبوعين. تمام. فاحنا كنا حاسبين ان السعر الدولار يوصل 14 15 بكتير 16 يعني انتوا كنتوا شايفين المشهد قبل ما يحصل. قلنا في البرنامج قلنا عايزين تحرير سعر الصرف. طب هيسبب تضخم وما فيش حل تاني. يسبب تضخم، والناس كلها كانت بتتعامل بالسعر. طبعا الحركه اللي الناس بدات تبدا فيها دلوقتي، بس انا عايز اوضح فكره لحضرتك في ده. السعر طلع اعلى من السعر الحقيقي اللي انا بقول لحضرتك عليه، وطبقا للقياسات والابحاث اللي انا في جزء منها هعملها، السعر بيتكيف بين فتره من سنه لسنه ونص. فرجعنا ل 16 مع ملاحظه ان انا غيرت اسعار الطاقه عندي في مصر، وغيرت المفروض يسمع مع سعر الصرف. صح. ما سمعش، عشان انا عامل حسابي من الاول ومغلي السعر. فهو الناس تشتري دولار او تضارب عليه مش لصحهم، وبالذات وده الجزء كمان المكمل في السياسات النقديه اللي حصلت برضك اول امبارح، عرض شهاده الاستثمار اللي وصلت 18%. يعني حضرتك لما تحط مليون هتاخد 180,000 جنيه. الحركه دي حضرتك حركه ذكيه جدا بالبنك المركزي عشان يسحب كم المال التضخم اللي موجود في السوق بدل ما يضرب الدنيا. لا دي عشان الناس ما تحتفظش بالدولار. انت لو احتفظت بالدولار لمده سنه هتعليه بالمليون لقيمه، عمرك ما هتوصل ل 180,000. فانت دلوقتي هتغير وتروح تجيب بيها شهاده استثمار. صح. يعني انت لو مكتنز الفلوس ديت في البيت دلوقتي بالدولار، طب شوف الدولار بعد سنه انت تضمن انك هتوصل ل 180,000؟ انا راهن اي حد بتاعك يعني في الشهر 15,000. فهو بيضارب معاهم، تعالى هات الدولار بتاعك هديلك 18%، هديلك 18%. مش هو وهو معلي كمان سعر الدولار شويه عن السعر الحقيقي حوالي جنيه كده، وهيزيد يمكن اول اسبوع ولا حاجه بس سرعان ما ينزل، ودوت هيسمع معايا جدا في هذا النطاق. اما بالنسبه لخصوص سعر الفائده، حضرتك تفضلت بردك في الانترو وقلت امريكا مزوده 25%، ربع يعني 25 من 100%. بس خلي بالك امريكا زودت سعر الفائده، هي كانت 25 من 100%، يعني سعر الفائده عندها ربع، وزودت ربع تاني بقي نص، يعني زودت سعر الفائده بنسبه 100%، ومخططه السنوات اللي جايه السنه الجايه ديت تزود ربع في ربع في ربع، يعني هتوصل ان هي تزود سعر الفايده حوالي 4 اضعاف. 200%. انا كنت 9 أو 9.5 مثلا، انا زودت 1 ب10.5، انا زودت كام في المية؟ حوالي 10%. هو زود كام؟ زود 100%، من 25 من 100% لكام؟ لنص في المية. يعني هو بيزود جامد جدا. ليه؟ عشان هو عايز يحافظ على قوة الدولار في المضاربات العالمية. طيب عشان انا وقتي بس، احنا قدامنا ثواني. السؤال اللي انا سألته، اللي انا اللي اعتقد يعني من اراء ناس كتير جدا اقتصاد برضه، اللي معاه جنيه، اللي معاه دولار، اللي معاه يعني كله يثبت على حاله دلوقتي لغايه ما نشوف فرصه الاستثمار في شهادات الاستثمار اللي بس، لكن نهدى، ما نشتريش زي ما بيقولوا عربيات ونجري نعمل ومش عارف ايه، لانه في ناس كتير بتقول الاسعار دي وهميه اللي زادت فجاه. لا، الاسعار كده غلت العربيات جدا انا اقصد هترتد تاني زي ما سيادتك قلت. هو اللي معاه قوه شرائيه، اللي قوه شرائيه من الناحيه الاقتصاديه حاليا استثمار في شهادات الاستثمار اللي طرحها البنك المركزي، وهي دي الحاجه المعضله. انا اصلا التضخم اللي جاي عندي دوت اسمه تضخم مستورد، جاي من الاخر تضخم تكلفه بسبب زياده تكلفه عناصر الانتاج او المنتجات او المدخلات او سلاسل الامداد، سميها زي ما حضرتك تسميها، فده بنسميه تضخم مستورد. انا لو رفعت سعر الفايده جامد، هو 1% ولا اي حاجه، لو رفعت سعر الفايده جامد انا كده هعطل الانتاج، لاني بزود تكلفه التمويل. صحيح. فبزود زياده. صحيح. انا كنت خايف احسن البنك المركزي يزود اكتر من كده بكتير، لكن هو مسك العصايه من النص، زود 1% بس، وزود وصلها 18% للي عايز يدخر ويستثمر في القطاع العام. كان لقاء اكتر من رائع، واتشرفت بسيادتك جدا، كان نفسي اكمل بس ان شاء الله يبقى لنا مقابلات ثانيه تكون الدنيا استقرت باذن الله تعالى وهديت واتكشفت اكتر ان شاء الله، نتمنى. دكتور محمد عبد الغني، رئيس قسم اقتصاد بكليه السياسه جامعه بني سويف، اشكرك جدا.